ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. إذا دائما نتمم في نفس الدرس الأعداد الستينية، واليوم سنقوم بالقسمة، إذا قسمة الأعداد الستينية. إذا أولا أذكركم بأهم القواعد. إذا لدينا يوم واحد يساوي 24 ساعة، ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة وتساوي أيضا 3600 ثانية، ودقيقة واحدة تساوي 60 ثانية. إذا سنقوم بهذه القسمة. إذا لدينا 12 ساعة، 23 دقيقة، 22 ثانية، قسمة 5. إذا نبدأ بماذا؟ نبدأ بالساعات. إذا نبدأ بالساعات، إذا عكس الجمع والضرب والطرح، نبدأ من اليمين، يعني بالثواني. إذا هنا بالنسبة للقسمة سنبدأ من الساعات. إذا 12 ساعة كم فيها من 5؟ إذا نقوم بالعملية العادية، إذا 12 مقسومة على 5، إذا لدينا ماذا؟ 12 قسمة 5 تساوي 2، إذا 2 في 5 10، 10 ناقص 12 عفوا ناقص 10 تساوي 2. إذا لدينا هنا ماذا؟ 2 ساعة، ساعتان، ساعتان. إذا وتبقى لدي هنا في الباقي 2، يعني تبقى لدي ساعتان. إذا هاد ساعتان هنا ماذا سأفعل بها؟ يجب أن أحولها إلى الدقائق. إذا كيف سأحولها إلى الدقائق؟ إذا لدي ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة، إذا سأضربها في 60، أضربها في 60، ضرب 60 تساوي ماذا؟ 0 في، إذا 2 في 0 0، 2 في 6 12، إذا تساوي 120 ماذا؟ دقيقة. إذا كانت لدي 2 ساعة أصبحت 120 دقيقة. إذا هذه 120 دقيقة سأضيفها إلى الدقائق. إذا أضيف 120 دقيقة إلى الدقائق تصبح 143 ماذا؟ دقيقة. إذا الآن 143 دقيقة مقسومة على 5. إذا سأنجز هذه العملية في المسودة. إذا لدي 143 قسمة 5. إذا نأخذ 14 مع 5، إذا فيها كان فيها 2، 2 في 5 10، تبقى لدي 4 ونزل 3، 8 في 5 40، 3 ناقص 0 3، 4 ناقص 4 0. إذا من لديه أي مشكل في إنجاز عملية القسمة فوضعت ثلاث فيديوهات اللي شرحت فيها إنجاز عملية القسمة. إذا أصبح لدي كم؟ 28 دقيقة. إذا النتيجة هي 28، أكتبها هنا 28 دقيقة. إذا 143 عفوا قسمة 5 تساوي 28 دقيقة، وتبقى لدي 3 دقائق. إذا تبقى لدي هنا 3 دقائق. إذا هاد 3 دقائق المتبقية سأحولها إلى الثواني، وذلك بضرب 3 في كم؟ إذا دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية، إذا سأضرب في 60. إذا 0 6 في 3 18، إذا تساوي 3 دقائق تساوي 180 ثانية. إذا هاد 180 ثانية سأضيفها إلى 22 ثانية وأحسبها. إذا 2 8 9 10 2 أصبحت 202 ثانية. إذا أنجز العملية أيضا في المسودة. 202 قسمة 5، إذا لدي 4 في 5 20، 20 ناقص 20 0، أنزل 2، 0 0 في 5 0 تبقى 2. إذا لدي ماذا؟ 40 ثانية وتبقى 2 ثانيتين. إذا أكتب هنا 40 ثانية والباقي هو ثانيتين. إذا كما تلاحظون هنا نتمم، أنهينا القسمة. إذا 12 ساعة، 23 دقيقة، 22 ثانية، قسمة 5 تساوي ماذا؟ تساوي ساعتان و 28 دقيقة و 40 ثانية والباقي ثانيتين. إذا هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا.